مساء الخير، مساء أحسن حاجة لأحسن مشاهدين في الدنيا. النهاردة الحلقة الرابعة من برنامج حكاوينا، معاكم أنا نهلة البطران. طبعا كل مرة أنتم متعودين اللي أنا بطلع لكم بدري، بس النهاردة قررت لنا أغير الموضوع شوية وأطلع لكم متأخر علشان نقدر اللي احنا نرد على كل أسئلتكم. طيب النهاردة احنا عايزين نتكلم عن موضوع مهم وجديد ومختلف، عايزين نتكلم عن الرياضة، عايزين نتكلم على التغذية الصح، الاكل الصح، ازاي اللي انت تكون عارف تنظم حياتك بطريقة احسن، ازاي اللي انت تعرف تنظم حياتك ونومك وجسمك يبقى نشيط ودايما يبقى عندك نشاط ودايما يبقى عندك حماس اللي انت تكون احسن. النهاردة ما حبيتش اللي انا اجي لوحدي ومعايا ضيفي اللي منورني النهاردة، البيرسونال ترينر والكوتش الكابتن الاستاذ عبد الله الملا. اهلا بيك. اهلا بيك هنا، ايه الاخبار؟ الحمد لله زي الفل. انت منورني النهارده وبجد يعني احنا محتاجين ده. الناس خلاص بقى مش محتاجه بقى الفاست فود ومش محتاجه اللي هي تطلع على طول جسمها بدين شويه، لا كل الناس دلوقتي عايزه تهتم بنفسها. بالظبط. ممكن نعرف الناس اكتر مين هو الاستاذ عبد الله ملا؟ عبد الله الملا، انا اسمي عبد الله احمد عبد المولى، شهير بعبد الله الملا. تمام. تربيه رياضيه علم حركه 2016. تمام. واخد اعداد معلم. تمام. اشتغلت برضو في كذا رياضة مش بس الجيم. الأول بدأت سباحة، وأنا برضو خدت كذا حاجة في السباحة والكلام ده كله، واشتغلت برضو لايف جارد منقذ والكلام ده في يعني بعيد عن المجال كله، بس بعد كده بدأت إن أنا أتطور إن أنا أشتغل كوتش والكلام ده كله، لأن كنت حابب الجيم. أنا كنت بلعب جيم وأنا عندي 16 سنة تقريبا، ما شاء الله، يعني ابتدي مشوار من بدري جدا. بالظبط. فأنا غيرت بعد كده، نقلت الجيم والكلام ده. بس طيب احنا عايزين نعرف اكتر، الاستاذ عبد الله الملا كان بيدرس ايه؟ كان بيدرس حاجه ليها يعني مجالك، كان ليه علاقه بشغلك دلوقتي ولا كان بعيد كل البعد عن شغلك دلوقتي؟ انا اصلا من صغري بحب الرياضه. تمام. بدات اطور في نفسي كتير، لعبت حاجات كتير، لعبت السباحه وخدت فيها بطولات، خدت اول جمهوريه واول عرب وتاني افريقيا. تمام. ده 2019، وبدات اطور في نفسي كتير في الجيم والكلام ده كله، واشتغلت جيم. اول جيم اشتغلت فيه من 2012 تقريبا، وكنت لسه بدرس والكلام ده. ما شاء الله. بس طيب انا بقى يعني محضره لك اسئله كتير جدا جدا جدا، وبصراحه بقى عايزين نعرف الجمهور اكتر بحاجات كده يعني عادي اللي انت عايزاه. عايزين نعرف انه انا عرفت يعني معلوماتنا الخاصه طبعا، مصادرنا الخاصه انه استاذ عبد الله الملا مش بس بيرسونال ترينر ومش بس كوتش، هو كمان بيمثل. فاحكي لنا بقى اكتر يا كوتش. لا، هو التمثيل ده جالي حاجه تانية، لان انا برضو من صغري بحب التمثيل وبحب يعني اقلد ناس كتير والكلام ده. حبيت برضو ده مجال التمثيل، وعملت اعلانات. عملت اول اعلان كان اعلان المراعي. تمام. وبعد كده عملت اعلان بتاع امير كرارة. احنا مذاكرين ومحضرين. تمام. بس طيب ده حلو جدا. طب احكي لنا على الاكسبيرينس او على الخبرات اللي اخذتها من الاعلانات ومن التمثيل. وايه حابه يعني انت حبيت اني اكتر، التمثيل ولا التدريب؟ والله هما الاثنين، بس انا كشغلي ده شغلي، ده كارير بتاعي وده شغلي، لان ده اكل عيشي. لكن بالنسبه للتمثيل والكلام ده محتاج صبر، ومحتاج انت عارفه الكلام ده كله، ان انا لازم أن اخش ورشه تمثيل وابدا ان انا ابدا اعمل اول عشان انجح ويبقى فيه كل الكلام ده. طبعا. بس طيب ده حلو جدا ما شاء الله يا جماعه. يعني احنا ممكن بقى ناخد رساله صغيره لكل اللي بيشوفونا دلوقتي، انه ما ينفعش اللي انت توقف حياتك على حاجه واحده بس، شوف ايه الحاجه اللي انت بتحبها وحاول اللي انت تكون احسن فيها. يعني زي ما قلنا برضو، زي ما الكوتش اللي منورني النهارده بيقول، اللي هو عمل حاجتين في نفس الوقت، التمثيل والتدريب، يعني بيدرب ناس وكمان بيمثل. يعني انت دلوقتي ما تقولش ان انا هعمل حاجه واحده بس وهركز فيها، لا ممكن نعمل حاجتين مع بعض ونعرف نمانج او بالزبط. نعرف ان احنا نظبط الحاجتين مع بعض. بالظبط. ما توقفش على حاجه. صح. طيب احنا بقى عايزين نسال، يعني النهارده لما كنت جايه وعرفت الناس اللي على موضوع حلقه النهارده قالوا لي في بقى اسئله كتير جدا. طبعا جم احنا مستغلينك النهارده. لا والله انت منورني. الله يخليك. كنت عايزه، في بنت بتقول اللي هي بقالها فتره كبيره جدا بتعمل دايت. تمام. وجسمها نزل جدا، نزلت فوق ال 30 كيلو، وبعد كده جه وقت خلاص بقى هي يعني بتثبت، جه وقت هي جسمها مش راضي ينزل، وبتاكل صح وبتعمل رياضه وبتعمل كل حاجه. نرد عليها نقول لها ايه؟ هي اهم حاجه بس الانبادي اللي احنا بنعمله. الجهاز ده بيقيس لنا نسبه العضلات والدهون والميه. تمام.
والجسم كله اللي محتاجه في البروتين والمعادن وكل الكلام ده. تمام، انا نزلت للوزن ده وده يعتبر التارجت ويت، يعني ده الوزن المثالي بتاعي. تمام، بلس ان هتبقى في شويه بس لان هي جسمها كان سمين يعني في بدين شويه فهتبدا ان هي تنزل واحده واحده. برضو بنبدا ان احنا نديها نظام غذائي خضار وفاكهه، لان الخضار والفاكهه بيمتص كل الدهون والميه اللي في الجسم وبيرجعه يعني لوزنه المثالي بشكل صحي. صح. احنا شفنا على البيج وعلى الصفحه بتاع حضرتك اللي فيه اطفال صغيره سنهم صغير بيدربوا، يعني يا جماعه كان في ولد لا يتعدى عمره ال 12 سنه لا يتعدى، وكان ما شاء الله بيدربه وعمال بيقول له عاش يا كوتش ويلا واتمرن 1 2 3 وعاش. احكي لنا اكتر، احكي لنا عن قد ايه الاستمتاع وانت بتلاقي حد كده سنه صغير وعنده الحته دي. هو حابب المجال الجيم، هو كل مره يقول لي يا كوتش مرني. هو جه مع مامته مره، هو كان بيتمرن، مامته كانت بتتمرن معايا وكده. تمام، فجالي فتره ان هو عايز يتمرن، يا كوتش عايز اتمرن معاك. شافني ان انا بدي، كنت بلعب معايا تيم هاند بول. تمام، كنت بمرنهم، كان معايا ادم برده 7 سنين، فادم ده برده اشتغلت معاه كتير الحمد لله. وعدي ده اشتغل يعني، هو شافني وانا بمرن عجب. هو ده الولد ده هو اللي عدي. انا شفته على البيج. تمام، هو عجبه ان احنا بنسلم عليك يا عدي من هنا اهو، بنقول لك يعني انت جميل ما شاء الله عليك، واستمر يعني بجد يا كوتش، خليه يستمر ما شاء الله عليه، تحسه ترينر فعلا وكبير في وأنا السن. انا كنت برضو منزل بوست كده ان هو اصغر مدرب في مصر. كنت كاتب ساعتها اصغر مدرب بيدرب حلو في مصر صح؟ لا انا قلت لك احنا محضرين بقى. طيب خلينا نتنقل على سؤال تاني. في ناس كتير قوي بتكون عايزه تتمرن بس مش بتلاقي الوقت يسمح قوي اللي هي تروح الجيم تتمرن، يعني ده ممكن يبقى فيه بديل في البيت؟ ممكن اللي انا اكون اقدر اعمل حاجات زي كده في البيت ولا لازم انزل؟ ومعلش عشان نرد برضو على السؤالين. تمام. معلش دلوقتي انا اتمرن كام مره في الاسبوع؟ بصي، انت عايزه نتيجه يبقى كل يوم، هو سبح كل يوم ولا يوم او يوم؟ لا انا بتمرن كل يوم، بكتسب يعني جسمي بيستفاد من قوه. تمام، والعضلات عندي بتزيد لو انا بقى مظبط لها النظام الغذائي ونظام التمرين بتاعي. تمام، انت بتتكلمي لو انت في البيت، بص هو لايف ستايل يعني شكل حياتك وشكل يومك كده لازم تظبطيه، ان انت يعني تنزلي كل يوم الجيم تطلعي الطاقه السلبيه. بره في اي دول اوروبيه او قبل ما ينزل الشغل بتاعه بيروح يعمل الاكسرسايز التمرينات بتاعته، وبعد كده بيطلع الطاقه السلبيه عشان يقدر يروح شغله. هو ايه يعني يقدر يطلع طاقه ايجابيه بعيد عن الجو السلبي اللي احنا فيه والضغوطات اللي في اليوم. طبعا، يعني انت بتطلع الانرجي اصلا والطاقه اللي جواك وانس اللي انت، او وقت ما انت بتتمرن، اول لما بتتمرن خلاص انت بتحس ان انت مرتاح. كل الكلام ده انت طبعا، يعني احنا بنكلم الاستاذ اللي منورني النهارده، فانت اكيد بنوري. بتحس بده على طول طبعاً. بتحس براحه كده لما بتطلع الطاقه اللي جواك صح؟ طبعا اكيد. طيب قول لنا بقى، انا دلوقتي لو عايزه اخس بس من يعني في مناطق، يعني في ناس كتير بتجيلنا برضو اسئله لما عرفوا موضوع حلقه النهارده بيقولوا اللي هو انا عايزه اخس بس انا كل ما بخس وشي هو اللي بينزل، انا كل ما بخس مش عارفه ايه بينزل وانا لا، يعني ازاي اقدر اظبط ده؟ هو احنا دلوقتي مش بنحدد منطقه معينه ان هي تخس. هو الاكسرسايز التمرينات اللي احنا بنعملها هي بتخسس الدهون اللي في البادي بتاعي في جسمي كله، مش بتحدد منطقه. فهماني؟ انا بقى بلس ان انا عايز ازود منطقه، عايز اعمل حاجه، الشغل ده بشتغل لود عليه، يعني بشتغل زياده عليه، واشتغل ان انا ابدا انشط المكان ده او يعني انا واحد مثلا عنده العضلات مثلا ضعيفه. ما ينفعش ان انا ابني عماره من غير ما اديها اساس. صح. فلازم ان انا اسس العضله عشان اقدر احط يعني اوزان عليها. زي في عماير 10 ادوار لو جيت تبني دور كمان ايه اللي هيحصل؟ هيجي لك امر ازاله. صح. ليه؟ لان انت الزياده ده الاساس اللي تحت مش هيشيله. مع ان في عماير ثانيه 100 و200 دور. بلس ان انا دلوقتي بدي سترينث واندورنس، قوه وتحمل للعضله، عشان لما اجي احط اوزان العضله يكون البيز هو اللي صح. بالظبط، تكون العضله تقدر تشيل الوزن ده ما تقعش. فهماني؟ انا اي حد بيخش معايا في تمرينات والكلام ده كله ببدا ان انا اديله البروجرام ده، بعمل بروجرام ديزاين ده ليه. تمام، بمشيه على التمرينات دي عشان بعد كده يبقى فاهم ان الدنيا دي كلها يقدر تتظبط فيها. هو للأسف حلقتنا قربت تخلص، بس يعني عايزين نسأل سؤال برضو،
انا عرفت يعني معلوماتنا برضو بتقول انه حضرتك اخدت بطولات كتير جدا، ممكن نقولها؟ انا اخدت بطولة اول جمهورية واول عرب وثاني افريقيا ما في شاء الله. الترايثون، سباحة وعجل وجري، ده الثلاثي تمام. دي كانت 2019 ولعبتها برضو في 2018، بس خدت مركز اول جمهورية وثلاث عرب، ما شاء بس الله، طلعت في الافريقية. ربنا يوفقك يا ربنا رب. يخليك. يعني بجد حضرتك نورتني النهارده نورك والله، وشرفتني، نورك وكان والله. نفسنا نقعد معاك وقت اطول من كده، بس للاسف هو وقت حلقتنا خلاص بيخلص، بس اكيد ان شاء الله هتنورنا كتير إن شاء الله، أكيد ان بإذن شاء الله، الله. بإذن الله. احنا في نهايه حلقه النهارده عايزين نشكر كل اللي شافنا وكل اللي بعت لنا على صفحتنا على الفيسبوك، وكل الاسئله اللي احنا حاولنا نرد بقدر الامكان على الاسئله اللي جات لنا، وان شاء الله كل الاسئله هقدر ارد عليها برده في لايف هنعمله انا والاستاذ عبد الله الملا، نعمل لايف ونرد إن على شاء كل الله. اسئلتهم. بالظبط. انتظرونا في حلقه جديده وموضوع جديد. كنت معاكم نهله البطران من برنامج حكاوينا. بس قبل ما ننهي حلقه النهارده عايزه اقول لكم انه لازم لازم نهتم بجسمنا كلنا، عشان الجسم السليم العقل السليم في الجسم السليم. بالظبط كده، العقل بالظبط. السليم في الجسم السليم. لانه انت دلوقتي ازاي هتعرف ان انت تكون احسن؟ لما تنام كويس، لما تصحى بدري، لما تظبط اكلك، تاكل حاجات فيها بروتين، تاكل حاجات اللي تدي لك طاقه، تاكل الحاجات الصح، تمشي بشكل صح في حياتك، هتلاقي كل حاجه اتظبطت، ولا هتحس بصداع ولا بخمول ولا بكل الحاجات دي. شرفتني النهارده شرف ليا ونورتني والله. للمره الثانيه، الله يخليك. وانتظرونا في حلقه جديده وموضوع جديد من برنامجكم حكاوينا. السلام عليكم.